نعم، لو نأتي إلى نقاط الآن، السكينة النفسية حتى تسكن النفس عليها بواحد اثنين ثلاثة. غير أفكارك تتغير مشاعرك. جميل. أولاً البعد عن المثيرات، نسميها المثيرات السلبية، الشائعات، الأخبار السلبية، الطاقات السلبية اللي في بعض الناس. بعض الناس سبحان الله وأنت تجلس معه يشع طاقة إيجابية بكلامه الإيجابي والتفاؤلي، والآخر عكس ذلك تماما، كلامه كله على الموت وعلى الإصابات وعلى الأمراض. فأنت اختر من اختر مزاجك. إذا أنت تردد صاحب هذا الأشخاص ابتعد عنهم، ابتعد عنهم بعدك عن عدوك. إذا كنت ولا بد يعني ملزم بهم كأقاربك، قلل من فترات بقائك معهم. صح. لا تدخل معهم في حديث مستمر، لأنه بعض الناس سبحان الله بطبيعته دائما ينظر للنقطة السوداء ولا يرى مساحة البياض الكامل. والله ولو تشوف يعني دكتور فهد، لا أضر اليوم على العالم وعلى النفس من مثل أولئك، يعني لا يرى سبحان الله خيرا في أي شيء، هو خير ما بالك بالأزمات. يعني بعض الناس هو أكثر تفاؤلا حتى في وقت الأزمات، تقول له أزمة يقولك لا هنا النور، وبعض الناس لا هنا النور وهنا الخير وهنا صحيح. الورد لا يقول بس هذا الورد فيه شوك يعني صحيح. حتى الورد ما والله. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.